مشاهدي حناشوف اهلا وسهلا بكم في مباشر اخر. يعني الان احنا متواجدين في منطقه مولاي رشيد، الحي اللي كتعرف بكثافه سكانيه كثيره. يعني كما كتشوفوا يعني بعد تخفيف الحجر الصحي فعوده الازدحام والاكتظاظ و سير. يعني من كل ساكنه الدار البيضاء تعرف مدينه الدار البيضاء وما تعرفش حي ولا شيء. هذا الحي هذا اللي للاسف كيعرف بعض الحالات خطيره. من بعد ما درنا جوله في منطقه مولاي رشيد الان غادي ننتقلوا لمنطقه سباته. عبد الرزاق حليل اشوقا خويا عبد الرزاق ما واقع والو، فقط حنا كنحاولوا نوريكم الحركه ديال السير وكذلك يعني مباشره بعد تخفيف الحجر الصحي يعني من الخميس حتى اليوم الاحد. يعني كتشوفوا ان الحياه عاده طبيعيه، يعني الناس خارجين كيدوروا في الحدائق، النقل رجع للتوقيت ديالو، الطاكسيات خدامين. ايوب الله يحفظك خويا وشكرا. يعني كما كتشوفوا فتعرفوا كذلك منطقه سباته، هذا الحي كذلك كيعرف كثافه سكانيه، كيعرف كذلك العديد من الشباب في المنطقه اللي برزوا في العديد من المجالات الرياضيه والثقافيه وكذلك السياسيه. يعني كما كتشوفوا ف الحياة كما كتشوفوها راه الصورة غنية عن التعريف، يعني الحياة رجعت المكان ديالها رغم أننا مازال خصنا الحيطة والحذر ونتبعوا كذلك السبل الوقائية من هذا الفيروس هذا. فكما كتشوفوه في أثناء هذه الحركة ديال النقل رجعت كما كانت كذلك، كلشي كيشتغل، السيارات، الطوبيسات، السيارات الأجرة لا الكبيرة لا الصغيرة، ساكنة بداو كيخرجو، العائلات كذلك بداو كيخرجو. عبد الصمد الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله خويا، هادشي بفضل التدابير الوقاية اللي قامت بها الدولة على رأس اليوم جلالة الملك محمد السادس نصره الله. اسماعيل الحيمر هادي خويا ماشي الحوزيه الان في شارع الشجر منطقه سباته. الشارع هذا اللي كما كتشوفوه فاللي كيعرف كثافه سكانيه كبيره وكيعرف يعني بزاف الناس، هذا هو الشارع الرئيسي تقريبا في المنطقه ديال سباته. كيعرف في السلامه عبد الرحيم الحيمر، شكرا انتم المرآة ديالنا خويا، هذا واجب كذلك. يعني الهدف ديالنا هو ايصال المعلومه وكذلك ايصال يعني الظروف المناخيه وكذلك حتى الناحيه الاقتصاديه وكذلك الاجتماعيه. فكما كتشوفوا فالحركه رجعت ولله الحمد، يعني بعد تخفيف الحجر الصحي كما كتشوفوا فالناس خارجه كتقطع بخير ولا خير، الناس واضعين الكمامات ديالهم. كاينين بعض النقاط اللي هي سلبيه، مثلا كاينين بعض الناس دايرين الكمامه والاخر ما دايرهاش، كذلك بعض النقاط اللي كنلقاو فيهم مثلا عدم احترام المسافه القانونيه. اشرف مرجاني انا خويا كنديروا الصحافه، يعني دور الصحفي هو انه يوصل لكم المعلومات، يعني حتى
من خلال هذه المباشره هذه ديال الجوله ديال الاحياء، حتى الانسان اللي كيكون باغي ينتقل من الحي للحي راه تيحاول تيقدر كمعلومه يقدر يعرف الحركه ديال السير والمرور في هذه المنطقه هذه، ويقدر مثلا ياخذ طريق اخرى ولا يعني هذه كنوع من المعلومات اللي يمكن لكم انكم تستفادوا فيها من خلال هذه المباشره. مصطفى الشاو شارع حجر بسباته بالبيضاء، اكيد اخويا حنا الان بالضبط في منطقه شارع حجر في منطقه سباته. معنا الجولة هذه من الممكن أن نتمنى لكم أن تكونوا بخير على خير، إلى مباشر آخر وشكرا.